ناخذ مجموعة من الأمثلة على كيفية تطبيق القواعد اللي ناقشناها في إيجاد ساين إنفرس. خلي أفترض بس المثال رقم واحد هو أوجد ساين إنفرس نص. الخطوة رقم واحد أو النقطة الأساسية أنه تنتبه على المقدار اللي موجود هنا. أذكرنا ملاحظة قلنا انه بالنسبه للساين انفرس انه انا اعطي رقم واحصل عليه من على زاويه، فبالتالي هذا الرقم لازم اضمن انه ضمن الرينج اللي حددنا. شو ذكرنا؟ ذكرنا بالمقطع اللي فات انه بالنسبه انه للدومين الساين انفرس هو يمثل الرينج مالت الساين الاعتيادي، يجب ان يكون الدومين للساين انفرس ما بين ناقص واحد وزائد واحد. فبالتالي هسه اللي هنا اقول هذا المقدار هو نص، هو ضمن الرينج ضمن الدومين المحدد اللي هو زائد ناقص واحد، فاذا اوكي اذا هنا هذا الساين يلغي لي الساين انفرس والنتيجه راح تكون هي نصف. مثال ثاني، خلي افترض انه المطلوب هو اوجد ساين انفرس 3. هسه هنا شنو صار عند الاختلاف؟ هذا الرقم هو مو ضمن الرينج المحدد او المقبول، الثلاثة هي خارج نطاق زائد ناقص واحد. اذا هنا راح يصير عندي اقول اذا النتيجة غير محددة، وبالتالي راح يصير عندي هذا undefined، مقدار غير محدد لا يمكن ايجاده. اوكي اقول مقدار غير محدد، والسبب انه الثلاثة لا تنتمي للفترة هي ما بين ناقص واحد وزائد واحد اللي هو يمثل الدومين بالنسبة لمن لدالة الساين انفرس. مثال ثلاثة، لو كان المطلوب هو أوجد ساين إنفرس ساين باي على ثلاثة. هسه شنو صار عندي؟ أولا أتعامل أنا ويا من؟ أتعامل ويا الدالة هذه، الدالة اللي موجودة بين قوسين الأولى. انتبه هنا أنه هذه دالة ساين اعتيادي، هنا لازم شو تكون زاوية. هذه الزاوية قلنا يجب أن تكون شنو؟ الدومين بالنسبة إن لدالة الساين، قلنا بعد ننسى دالة الساين الاعتيادية وإنما تعمل مع دالة الساين هذه اللي هي الدومين مالتها محدد بزائد ناقص باي على 2، فيجب أن تكون الزاوية ضمن المدى المحدد اللي ضمن الرينج المحدد اللي هو زائد ناقص باي على 2. هذه الباي على 3 هي ضمن الدومين مال دالة الساين، وبالتالي يمكن إيجاد إنه هذه تختصر مع هذا والناتج راح يكون هو عبارة عن باي على 3. مثال أربعة، أوجد ساين إنفرس لدالة ساين باي على 2. نفس الكلام، يجب أن تكون الزاوية لدالة الساين هي ضمن المدى المقبول اللي هو أو المسموح به واللي هو من زائد ناقص باي على 2، وهذا بالنسبة إنه مو open interval حتى إنه لازم أميزها. المدى او الدومين بالنسبه لداله الساين هو زائد ناقص باي على 2 كلوز انترفل، يعني الباي على 2 والناقص باي على 2 داخلين ضمن الدومين، فبالتالي اذا هذه تختصر الباي على 2 ضمن الدومين والنتيجه هي باي على 2. زين، خمسه، اوجد ساين انفرس لداله ساين ناقص باي على 4. نفس الكلام، الناقص باي على 4 هي تنتمي لمن؟ هذه تنتمي للفترة اللي هي من ناقص باي على 2 لزائد باي على 2، وبالتالي بما انه تنتمي اذا اوكي هذه الساين مع الساين انفرس تختصر والنتيجة هي سالب باي على 4. زين، مثال 6، اوجد ساين انفرس ساين 2 باي على 3. هسه هنا خلي انتبه الزاوية مالتي هذه هي خارج المدى المسموح به، لأنه احنا قلنا من ناقص باي على 2 لزائد باي على 2. هذه وين تقع؟ تقع عندي الباي على 3 هي 60 في 2، هذه 120، تقع في الربع الثاني. هذه في الربع الثاني، تقع في الربع الثاني. زين، بما انه تقع بالربع الثاني حسب الملاحظة اللي ذكرناها قلت انه الزاوية مالتي اذا كانت تقع في الربع الثاني لازم ارجعها للربع الاول، على اعتبار انه الزوايا او المنطقة المسموح بها انه
للزوايا هي من الربع الرابع والربع الأول، فإذا كانت تقع بالربع الثاني أرجعها للربع الأول حسب القاعدة باي ناقص تيتا. فهسه أول خطوة نقول أن مقدار قيمة هذه الزاوية هي عبارة عن أرجعها حسب القاعدة باي ناقص تيتا تساوي باي ناقص 2 باي على 3. فهسه هذه أوحد المقامات أضربها في 3 على 3، النتيجة راح تكون هي عبارة عن باي على 3. هسه بعد ما رجعتها أقول إذا النتيجة مالتي هذه اللي هنا أنا تكون هي عبارة عن ساين إنفرس لساين باي على 3. هسه الباي على 3 وين تقع؟ بالربع الأول، أوكي، ضمن الدومين المسموح به. إذا هسه هذه مع هذه تختصر والنتيجة هي عبارة عن باي على 3. فبالتالي سنثبت هذه الملاحظة، نقول إذا كانت الزاوية تقع وين؟ بالربع الثاني، بالربع الرابع نرجعهم، إذا بالثاني للأول، إذا بالرابع نرجعها، العفو، إذا بالثالث نرجعها للرابع حسب القاعدة باي ناقص ثيتا. إذن مثال 7، أوجد ساين إنفرس، أوجد مقدار قيمة الساين إنفرس لساين 7 باي على 6. هسه هذه 7 باي على 6، الباي على 6 هي 30، باي على 6 هي 30، في 7 210، يعني هذه الزاوية تقع وين؟ هذه تقع في الربع الثالث، هذه تقع في الربع الثالث. بما أنه تقع بالربع الثالث إذا لازم أرجعها للربع الرابع، بما أنه تقع بالربع الثالث هنا تقع 210، إذا لازم أرجعها للربع الرابع عن طريق القاعدة باي ناقص تيتا. فهسه أول خطوة نقول انه باي ناقص ثيتا تساوي لي باي ناقص 7 باي على 6. هسه هذه 7 باي على 6 راح اتعامل وياها بانه شو نقول؟ هذه 6 على 6، زين، واحد المقامات، فيصير عندي هذه النتيجة هي عبارة عن ناقص باي على 6. هذه الناقص باي على 6 وين تقع؟ تقع في الربع الرابع، إذا ضمن المساحة المسموح بها أو المنطقة المسموح بها لعمل للزوايا مات الساين إنفرس اللي هي ضمن المنطقة هذه بالناقص باي على 2 للباي على 2، فالناقص باي على 6 تقع في الربع الرابع، أوكي، ما عندنا مشكلة. فالنتيجة راح تكون عندي، أقول إذا هذا المقدار هو عبارة عن ساين إنفرس ساين ناقص باي على 6، والنتيجة هذه مع هذه تختصر وهي ناقص باي على 6. زين، مثال بعده، خلي أخذ مثال رقم 8. فرضا أنه أوجد لي ساين إنفرس ساين باي، الباي وين تقع؟ الباي هي تقع بالربع الثاني، يعني هذا هو، هذه صفر إذا حدد الزوايا، هذه صفر، هذه باي على 2، هذه هي الباي، هذه هي ناقص باي على 2 أو 3 باي على 2، وهذه هي 2 باي. فبالتالي الباي تقع وين؟ بالربع الثاني، فلازم أرجعها بنفس الأسلوب المن للربع الأول حسب القاعدة اللي هي باي ناقص ثيتا. فنقول إذا هسه الزاوية مالتي هذه باي هي باي ناقص ثيتا تساوي لي باي ناقص باي والنتيجة هي صفر. إذا راح يكون عندي هذا المقدار هو ساين انفرس ساين صفر. هسه الزاويه مالتي صفر تقع بالربع الاول، اوكي، فاقول اذا هذه تروح وتساوي النتيجه هي عباره عن صفر. زين، عندي ملاحظه، خلي اخذ هسه المثال رقم 9. اقول 9 لو كان المفروض انه اوجد ساين انفرس ساين انفرس ساين 13 باي على 6. زين، هذه اولا الزاويه 13 باي على 6 وين تقع؟ اولا هذه اكبر من 2 باي، احنا مثل ما عرفنا انه قلنا الدوال الجيبيه دوال دوريه تعيد نفسها كل 360 درجه او كل 2 باي. فبالتالي اذا كانت الزاويه مالتي هي اكبر من 360 او اكبر من 2 باي لازم اطرح من عندها 2 باي حتى ارجعها الى قيمتها الاصليه، على اعتبار هي تكرار او عمليه، خلينا نقول تكرار ال 360، فانا اطرح من عندها 360 2 باي، والناتج بعدين احدده في اي ربع يقع واتعامل وياه. فهذه اولا نقول هي زاويه، هذه زاويه اكبر من 2 باي،
وبما أنه الزاوية أكبر من 2 باي إذا لازم أطرح من عندها 2 باي. فأقول إذا هسه ثيتا ناقص 2 باي تساوي 13 باي على 6 ناقص شنو 2 باي، وتساوي 13 باي على 6 ناقص 2 باي هي عبارة عن 12 باي على 6 حتى واحد المقامات، والنتيجة راح يكون هي عبارة عن شنو 13 ناقص 12 باي على 6. زين، بعد ما اطلع الناتج يعني بعد ما انه اطرح من الزاوية مالتي 2 باي ارجع هسه الناتج احدده في اي ربع يقع. هسه هذه الباي على 6 وين تقع؟ في الربع الاول. اذا اوكي ما عندنا مشكلة بالربع الاول. اقول اذا هسه هذه اذا ساين انفرس ساين 13 باي على 6 هو يقابل لي الساين انفرس ساين شنو الباي على 6، باي على 6. هسه الباي على 6 قلنا هذه تقع ضمن ال خلينا نقول اكسبتنس ريجن او ضمن المنطقه المقبوله او المسموح بها، فهسه هذه يختصر والنتيجه راح تكون مساويه الى باي على 6. اذا هسه خلي اثبت ملاحظه. الملاحظه اللي عندنا هي بالشكل التالي. اولا اذا كانت الزاويه مالتي تقع وين؟ بالربع الثاني، قلت ارجعها للربع الاول. اذا كانت الزاويه تقع في الربع الثاني ارجعها للربع الاول، او تقع في الربع الثالث ارجعها للربع الرابع حسب القاعده باي ناقص ثيتا. الملاحظه الثانيه، اذا كانت الزاويه مالتي هي اصلا وين؟ اكبر من 2 باي، فاول خطوه انه انا شنو اطرح من عندها 2 باي، بعدين الناتج مالتها، الناتج من بعد الطرح 2 باي احدد باي ربع يقع. اذا كان يقع في الربع الاول او في الربع الرابع ما عندنا مشكله نتعامل وياه مباشره. اذا كان فرضا بعد الطرح طلع انه يقع في الربع الثاني بعد ما طرح 2 باي ولقيت الناتج هو يقع وين؟ في الربع الثاني، ارجع مره ثانيه شو اسوي له؟ اطرح من عنده باي ناقص ثيتا، ارجع من الثاني للاول او من الثالث للرابع واوجد الناتج. زين، لو صادف انه الزاويه مالتي هي خلينا نفترض 5 باي يعني اكثر من 2 باي، اطرحت من عندها 2 باي بقت هي اكبر من 2 باي، ارجع مره ثانيه هم نفس الكلام اطرح 2 باي ثانيه الى ان يكون الناتج هو اقل من 2 باي، وبعدين نفس الكلام احدد في اي ربع يقع واتعامل مع الداله على اساسه.